دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة عشان تحكي لنا أكتر عن أبرز الاستعدادات لبكرة إن شاء الله في المهرجان. احكي لنا يا جمانة أكتر، مساء الخير عليكي مرة تانية، ويمكن أنت موجودة دلوقتي هناك، احكي لنا الاستعدادات بكرة هتبقى عاملة إزاي، بكرة في إيه في اليوم؟ اهلا بيك يا بسنت مره ثانيه، واهلا بالساده المشاهدين. مبدئيا النهارده زي ما كنا بنتكلم، انا موجوده من على ممشى مدينة العالمين، تابعنا معاكي ومع السادة المشاهدين كمان بروفات السيرك القومي، وأيضا كمان بروفات فرقة الحرية وفرقة التنورة، عشان تبدأ بالفعل أولى عروضها بكرة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. لسه في الحقيقة يمكن أنشطة كتير جدا موجودة، إن كانت ثقافية فنية رياضية، موجودة كتير جدا في بكرة. لسه كل الأنشطة الرياضية موجودة وشغالة، اللي عايز البينت بول الفولي بول، حتى يمكن البيتش سوكر كله لسه شغال، البادل، حتى الباراموتور، حتى السكاي سبورتس كلها شغاله. العروض المسرحيه بكره كمان، او العروض الفنيه اللي زي ما كنا بنتكلم هتبدا كمان اولى عروضها بكره. في عروض كتير كمان، وفي فعاليات مستمره على هامش فعاليات المهرجان كل يوم، زي الرياضات المظليه دي كمان مستمره طول ايام المهرجان، وهنكون معاكم طبعا بكره عشان نقول لكم كل التفاصيل. بس اسمحي لي بس انت احكي لك عن تجربتي انا النهارده. النهارده الحقيقه انا نزلنا وشفنا الناس اللي موجوده، بالفعل في تواجد كبير جدا من قبل الجمهور موجودين هنا في مدينه العالمين. حتى الناس لما بدات تشوف ان في عروض موجوده على الممشى اتجمعت، وكان في زحمه كبيره جدا، وحتى الناس بجد استمتعت، وكان في تفاعل كبير قوي حتى بين الفرق الاستعراضيه وبين الجمهور. فعالياتنا مستمرة بكل تأكيد، في فعاليات كتير جدا هتبقى موجودة ولسه شغالة معانا على مدار أيام المهرجان كلها. وخليني أقول لك الحقيقة أنه جو حقيقي حلو قوي يا بسنت، الأجواء البهجة والطاقة الإيجابية بجد موجودة. أنا استمتعت جدا من خلال تواجدي النهاردة على ممشى مدينة العالمين، وأن أنا أشوف كل العروض الاستعراضية اللي موجودة. الحقيقة أنه فعلا مهرجان العالمين في مجهود كبير جدا مبذول عليه فسنت، ويستاهل انه حقيقي كل حد يجي هنا ويزوره ويشوف بنفسه ويخوض تجربة جديدة، إن كان تجربة رياضية أو فنية أو ثقافية. كل واحد ليه اهتمام معين هيلاقي كل اللي بيحبه موجود هنا في مهرجان العالمين. هذا المهرجان هو لكل فئات الشعب المصري، لكل الفئات العمرية، هتلاقي حاجة تحبها وهتلاقي حاجة تستمتع بيها. لو حتى ملكش اهتمامات خالص هتستمتع بالجو، وهتستمتع بالمنظر، وهتستمتع بالبحر. حقيقي بسنت تجربة تستاهل انه نيجي نشوفها ونشجعها وندعمها، لانها حقيقي حقيقي حاجة تستاهل ده. نشكرك يا جمانة مرة تانية على كل اللي انت قدمته لنا النهاردة من العالمين، وكمان عايزة أقول أنه أنا بشكر في الحقيقة الشركة المتحدة على اختيارها الناس المناسبين لكل يعني الفعاليات المختلفة. مرة تانية بنشكرك يا جمانة.